أكدت سلطنة عمان على أن رؤية عمان 2040 بنيت على نهج شامل يربط بين حماية البيئة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق مستقبل مزدهر ومستدام. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها سعادة الدكتور عبد الله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة في الاجتماع الأول للمجلس الوزاري لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر في مدينة جدة، حيث أشار سعادته في كلمته إلى أن سلطنة عمان حققت تحسناً ملحوظاً بمؤشر الأداء البيئي العالمي، حيث قفزت في التصنيف 95 مرتبة في أحدث قراءة للمؤشر لعام 2024، محققة التصنيف 54 عالمياً والثاني عربياً، مضيفاً أن سلطنة عمان تسعى إلى مواجهة التحديات البيئية من خلال تنفيذ مشاريع الحلول القائمة على الطبيعة التي ستساهم في خفض ما نسبته من 15% من الكربون من خلال استخدام تقنيات حجز وامتصاص الكربون والتي تأتي في مقدمتها زراعة الأشجار.